نحن هلا بفندق الرواد يعني هيدا بفندق سانت ريجنس لحفل الرواد مع احلى شقراء صفاء عودتنا على المساواة شقراء حبيبتي الجميلة ريم عارف. حبيبة قلبي ما في جمال بعد باربي حبيبتي. سوري يعني نحن باربي لا هي سمر أبيض وانتي سمر أصفر شفتي يعني باربيات بس ألوان مختلفة. أيوة. أنا وريم قررنا ما نتصور مع حدا. طبعا النجوم شو قررنا قولي له قولي له نحن قررنا نتريا هم يتصوروا معنا القمر ما يتريا النجوم سوري مع أحلى مع أحلى باربية مع أحلى قمر مع أحلى باربي رواد يجمعنا ايه الجمال ده كله كم مره جمال والشياكه أيوة والهضامه كلها يلا بقى حبيبه قلبي حبيبتي انت نوره دائما احبك ان شاء الله الف الف مبروك لاحلى مصممه اماراتيه ساره بنت محمد وانت بتستاهلي ومنها للاعلى حبيبتي وان شاء الله اشوفك في اعلى المراتب مع احلى فنانة الفنانة صفية العمري ان شاء الله الف مبروك ودائما منورة وجمالك الله يخليك ويبارك فيك وكفاية انا حلوة عم نحضر هلا لمفاجأة حصرية وبحب أول شيء بارك له إن شاء الله ألف مبروك لأحلى مصمم عالمي وليد عطلة وزوجته من تصميمه مفاجأة رح أخبركم إياها أول شيء مفاجأة كتير حلوة وكبيرة بنقلكم تحضير فستان فرحة للباربي خلف الكواليس كان عم بيقول لي شغلة هلا رح يقول لكم إذا ما أجيت رح أوصيك يا ساتر خلص ما قلنا غيرك يا جماعة شوفوا رامي شو جاب لي رامي مسنون هلا 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 منيحة كيفك رامي وين رح يكون معاكي شو رايكم في رامي حرز الله ان شاء الله يكون معاكي بتشرف انه يكون معاكي اوه لا سعيد جدا انه عطر المميز رامي حرز الله صار بين ايدين امينة باربي مش امينة انا بالانتظار وسط كمان المذيعة المتعلقة